ليلي سبيل، انت مانك منتبهه انه في اخبار هون وهون انه عطول في حدا عم يحكي عنا وعن شرف عيلتنا اخر فتره؟ اه شبكي، شو صاير لك سبيل؟ احكي. اكيد لقته انجاي، بس انت يلي لا توصلنا لمرحله انه نستحي نمشي بين العالم. ليش برايك ما وصلنا؟ صرنا نستحي نمشي بين العالم. برافو، عن جد ترفع لك القبعه. كنت أقول لحالي لا، مستحيل اختي تعمل هالشي. هاد اختي مربايه، بس مثل مو شايف طلع العكس. بابا بابا، يلا خدني لعند امي هلا. بابا قال مو؟ اللي بخانم يا روحي يا لطيف، شو طلعت غبية؟ إن شاء الله اللي ببالي ما يصير حقيقة. وإنت حاج تتفتل من غرفة لغرفة، اقعد وكن بقى، مو ناقصنا. ابنك ما هيك؟ ايه ابني. لك انت مو خجلان من حالك قدام بناتك؟ اخجل؟ انت بالذات ما بحق لك تحكي عن الخجل، ماشي؟ تونجاي، انت متأكد انه هذا ابنك؟ لا تكون صاحبتك عم تبليك وتكذب عليك. لا بابا، يعني ما بظن هالشي. بتظن؟ مانك متأكد؟ شو يعني مانك متأكد؟ مين امه للولد؟ لا تقلي انه هي. لا بابا مو هي، امه مريضه كثير وعايشه بغير بلد بانطاليا. صدقني امه مسكينه. كله ما بيهمني. كيف يعني ما بيهمك؟ في عنا ولد بالقصه بابا. ليك، بدنا نعمل له فحص ابوه، ماشي؟ لنتاكد اذا كان ابنك ولا لا. طيب بابا، بس اتاكد انه هالولد رح يطلع ابني مو ابن حدا تاني. اصلا لو ما كان ابني ما كانت امه استنت كل هالسنين وخبت عني قصة بيركاي. بيركاي؟ انت هيك سميته؟ لا بابا، مو انا اللي سميته بيركاي، هي امه. واصلا انا دريت وقت رحت على مشروع الافتتاح بانطاليا. انو افتتاح مفكرها لعبة؟ تعرف انك قلبت حياتنا فوقاني تحتاني؟ اكلم مثل ما قلت لك، روح ساوي له فحص ابوه للولد، بعدين بيكون لك الحادث حديث. عم تفهم؟ ايه فهمت فهمت. وهي البنت شو بتشتغل هون؟ هي مربية للولد. اه ماشي الحال. وانتي اليوم تعي على البيت المساء، في كلمتين حابب احكيهم معك. هلا انا شو عملت؟ ليش خير؟ عن شو بدنا نحكي؟ قلت لك تعي على البيت. شو ما بتفهمي؟ ما بيكفي المشاكل اللي عم تورطيني فيها انتي واخوكي؟ مراد، تركنا لحالنا. حاضر. وانت لازم تهتم اكثر بمرتك وبناتك، تمام؟ وتحاول تدلل مرتك زياده. اكيد مثل ما بدك بابا، يعني انا واثق انه الولد بيكون ابني انا وحفيدك كمان. ما شفت قديش عيونه بيشبهوا عيونك؟ لنشوف. إذا هالولد ابنك، فكر كيف بدك تقول لبيقوم وتخليها تتقبل القصة وما تتركك. حاول تخبرها عن القصة بالتدريج. عم تفهم؟ ليك، إذا مرتك وبناتك تقبلوا الفكرة، معناها لازم يعيشوا سوا. عم تفهم علي؟ إيه بابا، أنا فهمت عليك. وأهم شي هلأ لازم تعرف لي مين هالرجال الغريب اللي كان مع أختك سبيل وكان لحقها كل الوقت. بدي أعرف كل شي عنه، فهمت؟ رح أعمل كل جهدي بابا، لا تقلق. أوه.
عشقي حبوبتي، مو معقول قديش اشتقت لك. شو عم تعمل مرتي الحلوة؟ اه يا روحي انا. شبك شو سكران؟ لا بس حبك، وبعد ما شميت ريحة عطرك سكرت. شو هالجمال؟ دوري خليني اشوف هالجمال. مو مبين عليك ام لبنتين، لساتك قمر. عن جد اذا هلا بعدتك على الجامعه ما رح يفرقوا بينك وبين البنات، ما حدا رح يفرق بيناتهم. طالعه مثل الصاروخ. تعي لقلبي تعي. شو صاير لك انت؟ ولك مو صاير لي شيء، بس انا اسف كثير عن الفتره الماضيه، لاني كنت عاملك بطريقه بشعه. فمن هلا وطالع بدي عوضك عن كل شيء، اتفقنا؟ من هلا ورايح ما رح زعلك، وعد مني. بتمنى هالشي. حاولي على القليل توثقي فيني، بس لنخلص من قصة الصور ونحلها تبع اختي وجنان ابي الفائز. بس مخي ما عم يستوعب انه ممكن سيبيل تعمل هذا الشي. وانا كمان، بس للاسف ولهلأ ما عرفنا مينو هالزلمة وشو عم يشتغل وشو عم يعمل هنيك، وسيبيل لساته عم تنكر كل شي. أكيد ما رح تمسك له إيده وتقول له خلينا نعترف. مزبوط. ما عم صدق تصطفل، هي مشكلته. في شي غلط. بس الموضوع اللي بهمنا هلأ، الموضوع اللي رح يفتحه بابا المساء قدام الكل. شو هالموضوع؟ يا عشقي لهلأ ماني متأكد، بس يمكن صير أنا مدير الشركة. عم تحكي عن جد؟ إيه؟ امبارح كنت عم بتقول إنه التعب اللي عم تتعبه عم بيروح على الفاضي وكلهم حابين لسيبيل. بس لا تنسي إنه سيبيل غلطت غلطة كتير كبيرة بحياتها. وحش. ليش طلعتي؟ لك هلأ بتبردي. كله في ذاك بيهو. ولك دخيل والحنون أنا. شوفك على العشاء. ناطرتك. وحش أنت. خير؟ شو في؟ انت فهمتي شيء؟ انا ما فهمت اي شيء. وانا ما فهمت شيء. شو رح نعمل؟ استاذ تون جاي بده يانا لاجتماع فوري هلا. اجتماع شو هاد؟ اكيد بسبب الجريده ومشاكله. لا بظن انه سيد طاهر بده شيء. انت هيك بتقول؟ ليش في عندك تفسير تاني لهذا الاجتماع؟ ايه كل يوم تغيير جديد يا اكيد القاسه سيبيل رح تتضايق كمان. قوموا خلينا نمشي. صباح الخير. تفضلوا عدوا، ليش واقفين؟ تفضلوا تفضلوا. يا شباب مثل ما بتعرفوا انه بابا كان مندوب مبيعات بشركة سياحية، ومن هون بلش. كان يشتغل باليوم 10 ساعات، ومن بعدها صار هون المدير وصار جهده يتضاعف، صار يشتغل 12 ساعة تقريبا، وأنا هلأ أخذت مكانه. يعني أنا بشتغل أكثر منكم أنتو الكل، وبالتوفيق لإلنا. صباح الخير.
تأخرت كثير سبيل. عدوا. خلونا نكمل يلي بلشنا فيه. حلوة ماما؟ رسمتك حلوة كتير، بس هاي غنمة؟ لا ماما، هاي غيمة، شو ما عرفتيها؟ وأنا كل فكري إنه الغنمات بيطيروا. لا ماما، الغنمات ما بيطيروا. بعرف، بس عم خليكي تضحكي. شفتي يا جدبة إن أمك بتعرف إنه الغنمات ما بيطيروا؟ زينب شبكي؟ ليش هيك عم تحكي مع أختك الصغيرة؟ جدة وزينب عم تقلي جدبة. لا ما تعيدي، مفهوم؟ مفهوم جدي. شكراً، عاوزك. شو بدك ترسمي؟ ما بعرف. اليوم عزمت ظفر يتعشى معنا هو وعيلته، بس حبيت خبرك. طبعاً مثل ما بدك حبيبي، بس أنا عم أقول مو كأنك عم تقسى على سبيلي شوي. هالعقوبة هي كتير قاسية. شكراً. أنا أكثر حدا وثقت فيه بالعيلة هي سبيل، بس للأسف خيبت لي أملي ونزعت كل شيء. ولهيك خلينا نعطي ظفر آخر فرصة ونشوف. ما بعرف، بس ممكن تكون النتائج عكسية وما يمشي. لا مو هيك القصة. لهيك اتصلي بسبيل وقولي لها عازمين ضيوف على العشاء، رح استناها. تمام. لوين رايح؟ عالنادي. حكاني اسماعيل مشان نروح نلعب دق طاولة، بتعرفي نحن رح نصير قرايبين، بأقرب فرصة. كله نصيب. شكراً. أهلين بابا. أنت وينك؟ بالبيت. إيه، طلعت نتيجة التحاليل. طلعت. لك قول بسرعة، لا تفور لي دمي. بيركاي ابنك؟ ابني بابا، بيركاي ابني. الحمد لله. ليك بهالفترة ما بتجيب هالسيرة لأي مخلوق، عم تفهم علي؟ فهمت؟ لطافة منك.
بأسلوبك الراقي والخاص رح تخبر يلي بالبيت. فهمت؟ فهمت بابا. صار عندي صبي هلأ. والله ما عم صدق. سوس وطي صوتك ليوم اسمعك شي حدا. ليك لا تخبر حدا أبدا. قبل ما نجهز حالنا لا تحكي. ما تخاف، ما حدا رح يعرف. برافو. شو الشي اللي عم بتخبيه؟ قدي صار لك هون؟ هلأ اجيت. مع مين كنت عم تحكي انت؟ وشو الشي اللي ما حدا رح يعرفه؟ موضوع عن الشغل. يعني فندق جديد؟ ايه قصة فندق بس. بس ما حدا لسه بيعرف عن المشروع لأنه لساتي ما أعلنت عنه. شو ما كانت القصة، أنا متأكدة كتير إنك عم تشتغل لصالح عيلتك، لأني بوثق فيك. شكراً لدعمك. إجت عمتي، إجت عمتي. عمتي شوفيني ماني طولانة. ما حدي أنا اليوم؟ لا حدي أنا، لا حدي أنا. يا الله. لا حدي أنا عمتو. إذا ضلت عم تتخانقوا بهالطريقة هي رح تتركنا وترجع لأمريكا. سينام كأنك نحفانة شوي. ما عم تاكلي منيح، ما هيك بنتي؟ لا والله مو هيك. بعدين تعرفيني قديش بحب بطني والأكل، ما هيك؟ لا تخافي علي ماما. كأني سمعت حدا جاب سيرة الهدايا من شوي، ما هيك؟ لكن يلا الحقوني، جبت لكم هدايا بتطير العقل. يا عيني. هاي لحبيبتي مرجان، وهاي للحلوة زينب. يلا قولوا شكراً لعمتو. يلا سلم إيديك يا عمتو. لك يسلم إيديك يا عمتي. يا يهديتي لونه زهري. ولو يا حبيباتي، أنتو بتستاهلوا. تعالوا نفتحهم. أهلا وسهلا فيكي. أهلين مرت أخي. على مهلك. شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ لساتني أحطت إيدك. شو هالهدايا الحلوة؟ عمتي جابت لنا ياهن. يسلموا إيديكي، ليش عذبتي حالك؟ الله يسلمك، ما في شي محرز. وهي مشانك، أنا جبتها خصيصاً مشان مرت أخي. يا الله، عن جد ما في داعي. يسلموا إيديكي. كأني بعرف هالماركة، درجت كتير السنة الماضية. مزبوط، دورت عليها كتير وجبت لك إياها. أول ما شفتها قلت إنه أكيد بتلبق لك، بعرف إنك بتحبي هالماركة. إن شاء الله ألف مبروك. يبارك فيكي، يسلموا إيديكي. يا عيني شو حلوين. ياي شو حلوة. عجبوكم؟ إيه كتير. شكراً عمتي. وأخيراً صاروا كل أولادي قدام عيوني. الحمد لله لك يا ربي. شكراً يا ربي. طبعاً أمي، بس عنا نقص. إيه حكيت مع سيبيل شوي بتكون هون، بس في كتير عجقة بالطريق. طبعاً أمي، أصلاً سيبيل مقضيتها بهالطرقات والزحمة. بابا حبيبي، حفل الإطلاق كان كتير بجنن. الكل بأمريكا عم يحكوا عن أختي وعن الحفل. عن جد؟ طبعاً، أنا فخورة فيها. أختي دخلت عالم الموضة من أوسع أبوابه، يعني الحقيقة شي بيرفع الراس. وإنت شو رأيك؟ نجاح واضح مثل عين الشمس. أها. لا تنسوا إنه سيبيل عن جد بنت محظوظة كتير. أهلها على طول عم بيساندوها، وإلا ما كانت قدرت تنجح لهالدرجة هي. مرت أخي، وإنتي عائلتك على طول كانت تساندك، بس بالنهاية اخترتي تتزوجي وتقعدي بالبيت، مو هيك؟ سينام. إيه شو هالحكي؟ امشوا يا بنات. انتبهي لكلامك، على فكرة لو ما رجعتي لحالك كنا رحنا جبناكي. ها؟ نسيت الآداب بروحة أمريكا يا أمي. إجا السيد إسماعيل يا بيك. إيه خليه يتفضل. سيبيل وين على هلأ؟ هلأ بتجي طاهر، بتعرف زحمة اسطنبول؟ روق.
احكيلي منيح بنتي، ايه؟ اخ، احلى بنتين بالعالم كله. الحمد لله اني تزوجت، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، عقبال ابننا ظفر، مع هيك؟ انا عن جد بتمنى من كل قلبي اختي سيبيل تأسس عيلة حلوة، وهيك منشوف ولادها. انا حابب بصراحة صير خالي بسرعة. ان شاء الله ان شاء الله رح تصير يا ابني، ان شاء الله ان شاء الله. ليش ما رد عليكي بابا إليف خانو؟ كأنك مرضت عليك حرارة؟ رح أتصل فيه مرة تانية، ماشي؟ ما تقلق. يا ربي دخيلك حياتي، تليفونك ما عم يسكت، ليش ما عم بترد عليه؟ بلكي كان شي مهم. قلتي لي شي مهم؟ ما كان الشغل شغل، وما كان البيت إليك ولبناتي يا حبيبتي. ما في أهم منكم بحياتي. الله يحميكم من العين والحسد وتضلوا مبسوطين طول العمر. تسلمي. آمين آمين. سيبيل وينها لهلأ؟ رح نخلص أكل وما وصلت. جاي على الطريق. أوكي. مو بيقولوا كل شي بوقته حلو؟ عن جد مزبوط هالحكي. أنا رح أستلم الشركة والسيبيل رح يكون عنده الوقت لتأسس عيلة حلوة. إن شاء الله إن شاء الله. اعذروني شوي، أنا لازم رد على المكالمة ضروري، ما بتأخر. شوفي زليخة خانم، ليش عم تدقي؟ أنت وإليف مقضينا تليفونات، شو القصة؟ ها؟ صاير شي لبركاي؟ لا لا، الحمد لله، بركاي بخير. تون جاي بيك؟ أنا بدي أقول لك شغلة بس خايفة تعصب علي. شوفي بركاي هرب من البيت. ما تخاف، هو بخير ولقيناه. بس بس شو؟ بس شو؟ شبكي؟ شو عم تحكي السيري بالتقسيط؟ شوفي إليف أخذت عنوان بيتك مني، بدها تسلمك ابنك بإيدها وبجوز تجي بأي لحظة. شو؟ العمى؟ ولك شو عم تقولي أنت؟ تمام، بنتي خلصي صحنك كله، ها؟ أنا شوي برجع حياتي، ماشي؟ خير صاير شي؟ لا لا لا، ما في شي، تليفون ضروري من الشغل. صحتين وهنا. لك ليش جبت الولد لهون؟ بابا وطي صوتك. إليف خانم شو عم تعملي هون؟ ليش جبتي بركاي؟ حبيبي بركاي خليك بالسيارة مشان ما تبرد، رح احكي مع أبوك وارجع لك. يلا حبيبي. بركاي هرب من البيت، بده يروح لعند أمه، وكان عشوي رح يضيع لولا لطف الله. قلت بجيبه لهون وبسلمك يا بإيدك لحتى تهتم فيه، خايفة يعملها ويرجع يهرب. تون جاي؟ روحي، بترجاكي روحي، أنا بتصل فيكي. مين هاي المرأة؟
جاوبني تونجاي، مين هاي المرة وهالصبي وشو جابها بهالوقت هاد؟ واحدة من الموظفين كان بدها مساعدة ضرورية، يعني مضطرة، لهيك اجت بهالوقت. انت بتعطي عنوان بيتك للموظفين؟ وشو هالجرأة يلي عند هالمرة انها تجي على البيت؟ وشو مشكلتها؟ احكي لي لأفهم. بيقوم شو عم تعملي معي تحقيق هلا؟ المرة بحاجة مساعدة وزوجها مانو معاها وابنها مريض كتير. عملنا خير مع هالمخلوقة، مو كل العالم عايشة بقصور مثل حكايتك، فهمتي؟ مو الكل مرتاحين مثلك بيقوم، فهمتي؟ ليش ما عم بقدر صدقك يا تونجاي؟ غزلك ودلعك لقلي آخر يومين، كنت عارفانة إنه في وراهم تخبيصة كبيرة عاملها. أنت مو هيك، أنت فيك تخدع الكل بس ما فيك تخدعني لقلي. لهون وبس بكفي بيقوم، شوفي عنا ضيوف خلينا نفوت. يلا امشي تفضلي، يلا حياتي يلا. صدقني رح يجي يوم وحدا يكشفك على حقيقتك قدامي، صدقني. وأنا عم بستنى هذا اليوم.